مواطن صالح ولا يتقى غيكان. إذا أيتما ديستما غنيغ غاس قساد غماس كاتين أود أن تلفزا تلفزا المغربية سبعة نغدنيغ تسعة القنوات غيكان دماس كاتين أنت بادو التمازيغ البرامج تلفزيا للمياه المسلسلات دماس كاتين البرامج إلا ينتغير سلاوة تقلي أعادة البرامج وريس نزراء أمينو توق الفنانين الفنانين نيغ جراس الحال غماس كاتين توق توق نيمو كريس للدرن لو انت تبقى مسكتين تان جاي حياه دا اورتا يونتني دا انزاز دين بقيو اللي دارنا غيلان رنس لا ايتال غتاد قزول دار غماتنا مصطفى الصغير اللي دي دغنيتي حاضرا ناضو ديدون مرحبا بيكن غم مسكتين تي قنط الضنقاء من راديو اتبير سالغتات سالغتات باهرة إيفلو جان سيو قرد نونا زورنغ أمقران ياتغى مسكتين المدارس المدارس نيغ نوشارو أمازيغ أود نيغ أزوان غي كان دم مسكتين الكوميديا قماتنا مصطفى الصغيرة مصطفى الصغير بركي جنت الراديو كبير مرحبا مرحبا سي عبد الله تنميتك نتيني وكدو ديال الجمهور نغي عزان المغاربه كله في المزيغ لينا غلانا باش نتيني واشركم بروكار مزمنا مباركي سلهنا بصح السلام تدرتي فولكين معيشتي فولكين كي حفظ ربي السي عبد الله غسات تقيت السبب تاع المقار ديال كان ديال السيدنا عزانين غير المحبين غير لتذكير الاغنيه تلقى مشتركه ما بين فنانين يعني مصطفى الصغير وعيشه من الولي العمل نايت وسكار يدلي أشكو مسكار للإحتجاج قبل كورونا وكان أغنية نتجد غير بنوسي تدغى غسناد يعني معنا المشترك ما بين مصطفى الصغير
والفنان هشام الوالي في أغنية توضح يعني توضح تهميش الفنان الأمازيغي السوسي. أكيد أيوز نكا السي مصطفى ولا السي هشام الوالي اللي غتلغات السوس بهرة بهرة أيوز نون ران فتوسيا تغا ماسكاتين المدارس تنتات المدارس نيغ المسرح اللي كان ماسكاتين تا السينما يانا غير الشعر أود تنتان إيناد لاري تزال غا ماسكاتين تا أنت وريت ورياد نوزوانا ورانيني مسدغر أمزقون غد السينما مش الثقافة الأمازيغية ككل إيناد لاس إيجا نير الأستاذ السي الحبيب نونو السي الحبيب بريك مرحبا بيك غمس كاتين تي جنطان قانا راديو أتبيرا ونتو مسد السي الحبيب سيقا أسمغورة أن النقابات مسقاوت غلمدين تأنو قادير بريك السي الحبيب. أهلا وسهلا عبد الله أكدود، أهلا بالضيوف الكرام أكدود إحسان رون تنيغ مبارك عشر رمضان مبارك سعيد إن شاء الله لو نكشم من هنا صح بالخير ان شاء الله بالفرح والسعاده. مرحبا ودي استاذ رنفتوس داني الاساتذه انت يعني بارك الله كل الاساتذه مقرنين ياد واللي زوانين سمسكاتين توشارو ولا اللي غنزقون امازيغ وانتك الوقت اللي غيشقاس له وانتك المسرح الامازيغي غمسكاتين نيغ مبراء نوغادير الاستاذ اود تنتني ناض لفمسكاتين توشارو ومزقون ايك المدرسه بارك الله يوزن السي صالح بوراخ. سي صالح بريك مرحبا بك كنت في طنقان راديو اتبير. كسب حبي شكرا سي نوبكان خيف زعلي دي في الجيش مسلح النتائج اللي مسكيت كسب حبي هاتي انت ويد الخبر هاتي حتى كي هاتي تزكيت يا ولي تزلين وكان غير من بلاد هاتي كيني غزول وقدود كلوت امازيغ ولا قدود مغربي كيني غازول يمدوكل الضيوف اللي دي اللي دي في الكلاب في المناسبة عطيني الشطور تدوسي يقومت مع الشاطر مصطفى صفة ربي تسلمي بربي العفو كان ولا قومت عوين صفة تعتلي ويهوان باش اسست نتواصل كيدير حقا كلام من اللي غايب ما عليناش المهم راه نتبالغ حتى انت الشفاء العاجل واخا ولد محمد داسي بلان غير تنسقف علائيا يعفو ربي يعفو ربي الجميع يعفو ربي الجميع يا ربي يا ربي راح نجوت غلوة غاية ذاتي امين ولا كني ولا كل مدن دون كل كل ما يقال اشقان أكيد سي صالح كابتن حتى السي أحمد عوينتي ردي جوني شارك ردي خمسة تجمعات ماش يعتاد أنه تلا درس ربما عملية جراحية يطيب إغولياسيس سكوارا رسم تمنى الشفاء العاجل تولى حتى قمتنا عودة درس يطمى ضمن ثلاثة تستيقنتي ول غمس كاتب توب المسلسلات فنانة تيجان دوك ماتنا الحسن وخميش راسنا كل نتمنى الشفاء العاجل. إذا أنا ردنا شكيت دار الأستاذ نغا السي الحبيب نونو السي الحبيب نونو الفنانة سلاوة توك نيغا ماسكاتين تنغيد نسيوش ورانا عمي ماني نيغا الفنانة اللي تسان غا ماسكاتين تو براز نسارون غدا أبراز المسرح غدا أبراز الأغنية أزوان ماش غاسة كل الفنانين سواء تشكيلين سواء كتب السيناريو سواء كنا رايقي كنا غيشوري غاسة السي الحبيب سلاوة توك جاي حياة يجرس من الحال قبل تمضنتات مش تمضنتات زويداسن اوغوار فوغوار السي الحبيب نونو ما ينفكم زرا ارتزال سكرتات تنسيقيات تلي النقابة ارتزال الخير الى فنانين هذا مسرة نيت السي الحبيب نونو سمسكت انت لونازور غيد غتشجانسوس الجاي حياة بكورونا. اولا هارك سي مغرور بزاف لانه بلا صحافه ولا اعلام ورين كنا عيلكم يعني الصوت الفنان غير كنا ري وبالخصوص هكا واللي ولا نضع النقابه دونك كتشكر هاك السي مغرور بزاف مرحبا عبد الله دروز
هذه ورد الصحافة أكيد هي تقسم كباش الكم أول ما زفت ولكن مهم اللي تغرب منا والواجهات تحتمد هذه حتى الخرع فاكية هذه المناظرين هذه تبيكس ولا حتى كله عزمك الأسرة على التنمية ولا التقنية مرحبا كما يهم نظام صراحة الخيرات من جهة تسمى صدرعاء وهو أن العريب مثلا الحكاية اللي كان عروكان ينادي زماف تطبيق الجهوية ولكن الحمد لله نكوني تابعات من سياسة المغرب النافعة غير النافعة تزيج وكنسل علاقاش كل القضايا ماشي غير فقط الثقافة ولا الفن ولا العباد ديال القضايا هذه يتحكموا كنسل باسم الرباط بهذا على مستوى التطبيق الجهوية هذه دار منا والأصوات ويشكاد صاحب الجلالة سعيد سوس يذكر في المناظرة الجهوية يخطب إن هاتي سوس إيجان وسط المغرب فعلا إيجان وسط المغرب مثلا المستوى النظري ولكن الحمد لله هان فنان سوسي زعما تاريخيا انت بلا الدولة بلا الإمكانيات إصدار يتحكم من هنا السيدرار عن طريق الروسة عن طريق السويات عن طريق أحواس عن طريق منو الأساليب منو الطرق منو 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 من الوسائل يعني المبادرات اللي كان فردية لحقاش ثلاث ثقافة يعني تجاء أصيلة أسلم أرسم تيني كوني سليم سليمات غيلات وكان يت زندي عن تيني مثلا سليم داروا بدون وسليم دار ينظر عرفت تيني سراسيس لا ترانسميسيون يعني الشيخ سلموري لكي الخيرات الثقافة الأمازيغية دولة ورثة الأهمية ورثة كل الوسائل اللي سرت زيك سن قدام ولكن الفنان اجتهد المجال السينما أو رنتو كله المجهود اللي سكرن ينظر المرحلة اللي سدي كذلك كله تربان الغناء كل ما ي... ما ي... ما ديوش كان مثلا ثقافه القرى المواسم هاد التيم غريوين كل غيان هان غيان هي تؤسس اذا اصيل وكان الحمد لله غلاب الفنان الامازيغي يعني رغم الاقصاء التهميش كل غيان ما انطلب نكون الموارد ولا الخيرات الجهه فقط أستغن الفنان الأمازيغيون لحقاش اللي المشكل وهو أنه الجانب السلطات المحلية ولا كذلك السلطات المنتخبة ارتكيت الأهمية من قرن الإنتاجات خارج الجهة الفنان الأمازيغي تضيع بدا أولا بالنسبة لبد القطب العمومي كل 30% اللي تحسن باش قيس يستخدم مثلا الانتاج الامازيغي الثقافي هانور لا زائد حتى القناه الامازيغيه اللي لنا هي يعني غير المركز هان غيان ادرايا ما هنا مثلا جميع الدول اذا انا ضد دوني مسليدنا تيم سجينا الزانين سواء التوقيت اللي شاب دانتيني لبعض الاخطرات تيلينا يفلانا تبين سواء التوقع نير نكمو اللي تيلي نقطات قرى توجيوين اللي سقسانين قرى تسنى غام ماسكاتين يفلان ما ينديوين اللي غبيني فلان قرى تسنى غام ماسكاتين إن بقيونا سواء التوقيت اللي غمشوكا تجمعات فام ماسكاتين بيضارين للانين غام ماسكاتين تسجنسوس دار ينوزار نادو دار لأستاذ نغ سلحبيب نونو سلحبيب نونو نفلت أسات لي فما سكاتين الجهوية الموسعة وانت تبقى نير اختتقى يتنقيت لي كان مهم غما سكاتين نتشجوين كلنا مرنصة وانت تبقى تسجنسوس
اللي غنزال بنايات التحتيه انا نضروري اورلي نطغي غير كان دمسكاتين المراكز غير كان دمسكاتين المسارح السينما دمسكاتين نوناجور اللي دارت البيضار دمسكاتين امسيان شوش غيدا نشكا ولا في الحبيب هو نعاك كاتين عن سوال غلاب نكوني غنازور أمازيغ يعني صراحة كل الحقوق سيتمتع انت الحقوق غيك اللي سيتمتع مثلا أو نازور أماس من الدار بدولة الرباط سوال غل نغا قاملي هذه السياسة المغرب النافع غير النافع اللي يغدي في الاستعمار هذه استمروا كان سوء علاش لانه مهما المغرب انت يعلن في زعما في الرغبات باش يطبق الجهويه الموسعه اللي غادي يشكل جلاله الملك محمد السادس الصغير نصره الله يخطب بنايك وديسوس ايجان وسط المملكه صحيح ولكن صحيح وكل المبادرات مثلا سواء حتى الاداريه ولا السياسيه كل هذه ارتبطنا غير الرباط نكوني غير مجال الثقافه الفن ارنتيني من نوع المسائل من نوع زعما انتي موكريسينا ارنتيري باش داس نصدر داس الناس الحل نكوني غير سميتو باش جون دي غراس انسكريات الخدمه اللي لان في العاتق الدوله تيتسكر ولكن كوني دار يعني كل الافكار التصورات حتى طرق الاساليب العمليه باش ان القنوات الاليه كل غير الا زعما المقترحات النقد باش ان في كل ديمقراطيه ولكن ما يقال المشكل ارضرات غلاد التاخر الوزاره باش توقع مثلا كان الشركات كان مهم من دارت من الارتباط كان قوي في المساله التشغيل هاي المساله زين مثلا الوزارة تأخر في الموعد كان مهم 2003 مارس تعاود داغ الكرة 16 يونيو 2019 كل ما يتعلق مثلا في المشاركة نقرس المجلس الجهة هل المجلس الجهة صادق في كل المسائل في الإنتاج السينما كله غير ولكن غير باش يرتبط مثلا التشغيل بالإنزال تنزيل لمقتضيات الدستور 2011 هذه قال الدستور هذه قال جد متقدم ولكن تطبيق باش الناس كل ديمقراطية اللي ارتبط مثلا المجال الفني الثقافي الا ينتاخر من وزاره الثقافه راك تبين هذه صافي فاقد الشيء الى يعطيه تقامي سول اكتتابع ثاني من المشاكل على جميع جهات المملكه كل الدول اللي بغي لها الاداره الوزاره ومسؤول الدار زرا غير ما منك مثلا من شك الترونسبور اللي زارتي صار تاوين السدون الكيران ارتستون ارتدون راك قرار باش تسين باش تاوي تشاكو باش تاوي تغوض باش تسين اثنان المديريات الجهويه التفعيل مثلا القضيه من دور المديريات الجهويه غير مساله مثلا البطاقات الفنان هذه مشكله وراك ما كان انا زور هو اللي ارتكاز وكان راك كان مثلا العدد البطاقات الفنانه اللي مثلا الشباب تون الرواد غير زعما يروي في الطريقه تقام غلاد غير هاني كل شيء ميد كل القطاعات الضمن ولكن القطاع الثقافه يروي زعما يمروي في المعقول وتدار على الاقل اكا تكا المسؤوليه للمديريات الجهويه تنسق مثلا النقابات نكوني غير المديريات الجهويه نوكادير دار غير المدير الجهوي زعما صراحه ارتنسني مير ارتنسني مغور غوكراوات علاش لانه يرى باش يخدم باش يشتغل ولكن ما مشكل ما دار غير وريكا المشكل دار على المستوى الجهوي لا دار على المركز يخصص امن صراحه يجب التنزيل هاد 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 يعني التفعيل ديال الجهويه الموسعه باش فقط نعم اكيد السي الحبيب يعني نظراك حتى غمسكاتين في البطاقات الفنانه اللي غطنا بلان غمسكاتين تور مقال اللي لان غمسا ايمي اوكشوم
الولايه نوغادير ما شفت حبيبي باغي دار النوفا مدنا كوتلات هاد الفنانين تاون في فماسكاتين تايجر فنس دروس ما يحضرش تاع توادايا لا هو انت لا تنغمنو تاع النقابات غير غماسكاتين كانسيس ما تاع الله يجعل البركة اللي حاضرنا غير 200 فنان جميع الأصناف الإبداعية مون تقريبا صبيش النقابات في الكاسي ذكرني أن الملف مطلبية متعدد الأركان أكيد نشتغل غير فقط البيان المشتركة هذه تقريبا تلاقي زنين 10 سنين ولا 15 سنين اللي رد يشكل علاقاش أكيد لنقيش من نوع المطالب يعني مهم من بزاف وكان راك تبايا راك يتبايا ديجا نكونين فضية جيهان سوسنا استدرعا غير حتى مثلا يعني سبيل المثال 30% البت الحق من 30% الأمازيغية هاتي ورد الله أنا غير يا ناس الحبيب نعم ترى وينك شو الخير يعني إذا نغبش عاد القنوات غير غمس كاتين تأونا مورنغ بدل نتحسب القناة الجهوية ما تدرني لأنه غصد اللي القنوات الفضائية وما ظلام الدول المتقدم ولا غير المتقدمه يعني كيشتوك الاذاعات التلفزه ولكن ما نظر ديونيس ستريت بناء الجنين اللي غنصلها الى اخبار جيدي كان دار قمت مغفشي حسن بنوش دادي صامح باهرة باهرة إن بديون والباهرة قدا إيفالا نقراتنا غمس كاتينة الحلقة يد اللي باهرة يفولكين اللي غلان كرات الأساتذة باهرة مقرنين سلا وان ولا بد ضروري أديت حضر مكوص غمس كاتينة تأن ستوديو سلا وان تكوان نيغ الحبيب نونو ممثل ومخرج مسرحي رئيس فرع أكادير للنقابة المغربية لمهني فنون الدرامية ونتوما السي الحبيب نونو اللي كان يويس أن تيزنيت إذا إكزيس 32 نتربوش نغزانا الفرقة المسرحية بن يوسف الدب فوغن تمسكتين وبراز جوي تسمغور أحسن ممثل في شركة توك تعلمي هرجانات وغنس أنت مزير تقول برا يعني بوتي قوت ما يتنم فمسكتين السي حبيب أنه نوكن هذا فأنظلي نيرية الحلقة خاصة تون الضيوف لي دخلان غير السي حبيب رد نشكي غير استزلاشك ونيغ يعني يمسن وربهنا قدام قراغ دي دون نسول غير اللي في الفلوال غننا القنوات الفضائية المغرب اللي ضعفنين عوض لبعض الدول المتقدمة ولا غير المتقدمة نير القنوات اللي هي ديلان دارش كله دفتر تحملات 30% لبث البرامج الأمازيغية مش وردارش يعني وردتبتنش ولو حتى 1% يعني الأغلب يا القنوات إلا بدك ما تدرك إلا 0% اللي كان دمس كاتين القناة الأمازيغية اللي سني ورجع ما الشرق تسوي لبعض الأفلام المسلسلات اللي هاد النظرة فدد سنتباد الأول ران شرف نقي طبع أرسل حبيب فمس كاتين القطب العمومي غمس أنت مزيف المهم احفاظ النقطة هذه ندرج ثلاث اللي غمس الملف المطلبي المشترك اللي تحت نفلاس صديس النقابات الفنية غل هوك الشوم اللي سنيت الولاية جهات سوسماسا على حقاش غير القطب دفتر التحملات يعني القطب العمومي وريحتارم يعني البنود دفتر التحملات خصوصا ما يتعلق بالبث التلفزيوني اللي يستهم اللغه الامازيغيه المحدده 30% اذا غير بعدا نكون عارفين نسجلها نضل ايجان مقر يعني ارمتيني زعما العدم الاحترام اختار التحملات من طرف القنوات القطب العمومي كله يعني زعما وغير اللي تعلق بالبث التلفزيوني الخاص باللغه الامازيغيه اللغه الامازيغيه غير اللي هيك اللي تقدر الدستور المغربي تحدد 30% وكان يجب 30% هذه تخصص حتى الانتاجات الامازيغيه كل القنوات القنوات هذه ياك ولكن زرا غير القناه الامازيغيه على اكا نعم اكا تشوفوا تماسك هذه من الشروط اي يعني بعدا اختاد اما المسائل يا ضنين اللي قيس صراحه ماشي غير الاقصاءات الظلم
غير هذا مثلا الاقصاء من جهه سوسماسا غير المحترفات الفنون الدراميه مثلا هاتي فن فرص في جميع الجهات ما عدا الجهه سوسماسا درا هاتي غادي كاع هاتي 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 توقت انت حقرت يا اكيد اكيد انظر من نوع المراسلات انتظلب يا المطرح زعما المواصفات كان دوليه والو زعما المراسلات في مراسلات في مراسل الوزاره اذا الوزاره راه تجاوب كل الخير هذا اما ما يتعلق بالنسبه للعداله توزيع الانتاجات الفنيه لا السينما ولا التلفزه ولا المسرح هان غير اوري لك كران تكافؤ الفرص لا بالخصوص في الشغل نقر الفنانين هان الحالات حتى القضيه مثلا التوسيع القاعده الشغل زعما نقر الفنانه للجهه زعما ذكر المبادره الرد اعتبار الكل غير تحكرت اللي يعيش الفنان الامازيغي هذه صراحه يقول الخير حتى الاصلاح ديال الاقصاء قدمتي ليا كل اللي جان كل شيء اللي جان القطاع هي المكلفه باختيار التوزيع الدعم العمومي الاعمال في النيه سواء على المستوى الوزاره بعد اولا نرى مثلا غير يوم نزور الجهاز سوسماسا درعا يساهم حتى غايه الخير الدعم او على الاقل باش يدفع فسقيد نسز اوريلا هيا نيام ظلم يقوتني يقول حتى دارك غيد محليا جماعة الترابية ولا المجالس المنتخبة سواء محليا ولا جهويا ولا حتى المجلس الجهوي مثلا غير من السياحة هانو نظر دائما أرتفراج أرتفراج دائما باش أو ريشارك غدا فطير التحملات هذه حتى يختلك رأي الجمعية زمان اللي كان قناة غان دائما فنان أرتعيش المسألة عاد أرتفح تغمتا غلي بلاط ولا غلي المشاريع الفنية ولا الثقافية اللي تطبيق المادة 21 للقانون الفنان اللي ارتبط زعما زعما على الأقل أليلين 70% الحاملين يعني البطاقة المهنية كان محترفين هنوالو أما أكيد أنا سي الحبيب حد الأدنى الأجور هذه غاية نقول قلت فعلا يعني قلت في فلاسي التونال سي الحبيب راه دارك أبو نفتوش دار مصطفى الصغير الفيلم من بوسلام يعني الفيلم باهر يا فولكيني عزان غير كنت بادو كنت مازيغت لوريتو حتى كران ينسلا وان توك سماس كاتين تلفراج الطريقة اللي سي التصور ولا حتى الطريقة اللي سي لعب السي مصطفى الصغير ماخ ولا تين اتفقت بادو التمازيغت يعني نزرت من الفيلم نبوسلام لحاق تهيت أزول تكريتير نين أزول كل ما غدي الله نبغيو نشكركم بروكا بالنسبة لكي بعدا عن أفسوا فوق يونو 6 سنين عيد ورشيش وخدمه في التلفزة أكيد سنين من الفيلم من الفيلم اللي كان أخير عمل كريت التلفزة متمازيغت القناة متمازيغت ولكن سي الحبيب يعني وصل الله في من تين يعني التسامح ديال سكوشا اللي سي مولاي بصح اشكو تمازيغت تلاقيت تاريخيت يعني كل مازيغ كاين ولكن 8 السوايع والتكافى و 24 ساعة وسول سوريا ربي التكافى 24 ساعة وكان القيد كله الفنان الامازيغي سي يعني الشتا كوريتا الناحية التهنيش ديما بدا نتبعين كاع الفولكلوريين غدا وصلت كنت فاكر كنت نتبعين غدا مازيغتا دي خاصها الاعمال دوزيم ولا القنوات الرياضيين ولا كلشي جميع القنوات يخصها عمل اي مشترك الا مسلسل اي مشترك وريد لي نزلو كيما غدا مازيغتا الا عمل اي كيستريت مازيغ تيلي كيس الدارجه تيلي كيس الفرونسور كيس تاع المشكل يخصها الواقع عند تمثل الافلام في المسلسلات يخص الواقع عمل كيسيلينا مازيغ تنطي ممكن مسلسل يجمع دعام مثلا من اي قناة حتى ادخلنا في المعنى ابدورني نعزل نكوني ابدور تسمع ممثل مغربي ممثل نشلحي طب ربما سي مصطفى بغوال نكس الخير ربما صديق لي تذكر ولتماتنا ارقية بوبك جارة ستيني غيوز نسر انت في المسلسلات لبدلنا في نظر غسوس غي ربما يزغيك استغنت ميتاي دي زرقية هي نتفق مع ذلك ماشي ضروري تقن سوا من كيف درجة اتي تمازيغ فبرقيت سوا من الدنيا تمازيغ تغلبية تمازيغ فبرقيت سوا من الدنيا غير الكلمة غير تسوى الدارجة تستعمل غير على حسب باش كريك فهمت لما اغلبية هذه تمازيغ تي سوا تمازيغ اذا اخس العمل ودس عبد الله نكي نظري انه الاعمال ادين مشتركه غدار نغني ولا غدار سنتي باش الخيرات اي وطنيين
نطفي هاد لاكارت ناسيونال دابا على حق نختنا غير تما خصنا نسنا السوسي ادوري تو ماش ادوري تما غير زايد الى البرامج بنين ثقافيه دنيا خصك تشارك السما ديال تخصا انا غير في التجود التجود انت انت تلقى كانت هي اللغه الحقيقيه اكيد سي مصطفى راه داركنا دوره نفتوش دار السي صالح بوراخ سي صالح بوراخ امو كريسات اللي درني نوزار غير غمسكاتي انت نتشكان شوش مساس لا هو انت كي نوزار اللي لا نغوكادير ولا ولي لا نغترو دانت ولا ولي لا نغتجني الزود امو كريسات هاد الدرن ينوزرنا اللي لا نغدر بيضا لا هو انت كي تلي غدر بيضا زوج سي كليزي بنين راه هاد هي التغوصه خص القضيه مرحبا القضيه 30% اللي فما الاستاذ غاد نسمع على القنوات مرحبا كلا 30% غير القنوات كلو تنتوكا 30% كيس لا انت بازير حيد غير الاثنين ثلاثة د العربة د الخميس د الجمعة د السبت العبد شي قلت له هو السنان يرضين ما شاء الله 30% ربما امكنتني حقا يز القناة الامازيغية واحدة تيطبق 30% غير ما نغراتي ندير فيها التحملات اكيد اكيد صحيح اما المشكلة القضية القنوات ثانية بنين كتداري العمل المسرحي في تما القناة الدوزيم هذا هو الحد ديال المسؤول بقور غنى الناس وديتي داري العمل يعني كي كامل كي جاي راح بس الفكرة ان مزيان يفول كيف كان ولكن يسل دوكا انا خويا وليد مزيغ يسل دوكا انا وليد مزيغ زون دي غاسي جيتا يبادل ويتوكس زون دي غاسي جيت في ليتوكسي يسمع حسنا بختا يسمع سنين نقضي من ان في الحقيقه كون ديتي القناه ديالكم القناه ديالنا ما كنقدرش لا 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 انا كنقدر انت ما زلت ربي انسن ميغان ديالنا ديالكم ميغان غير ديالنا ديالكم يعني جوابي كاع محرج كاع محرج بزاف لا يشقى كان يشقى ان لا راه مشيتي معايا بعيد ما صوتيش من بعيد ما كيهضر حتى من كيهضر كهلي ولكن هي القضيه اللي كان خطيره ما استيغان هو إغتشتيت سجريت معك اللي قاني نايت معك أنتفت تي بديتها بكلا تي بديتها بكلا أشو نساول سوقا ديا نسو سمسا نفل الضربي باتي لنجيسي شوسي هاتي ما يني دفاك نكفاس قصيادة سي صالح يعني لا هاتي وشكيها نسوقا ديا إلا نضط إلا وانا اللي سنيت إلا أنا ما سنوش ذاكرة قلتين زماني غير ترى ذاك أكيد لا مراكش ويرا يعني مختلطين إخصاء يغنرى أن أن أنسدوس صفوفنا يغنرى أن سواش الحقوقنا إخصاء الزوار النمون إخصاء الزوار القوون كين يقول لي القوة غدا عندي ما يمكنش أبدا نسوى الكيس نكنيو هو أشكو وين لا يخص الزوار النمون يغير لنا نسوال اشكو غير كلي سيدنا قومات نعم مصطفى اني كانت لاكارت ناسيونال الدان حيلان وريني لا الفنان نسوس ولا الفنان يان غوانا نلقى يان يتكوريت نلقى يغير لنا نسوال يخص كل نمون يغور نمون الملكة صدغا يعني يخص كيتا غوية غير ذاتي في بعض الجهات في بعض الوزارات الوفية على القطاع انت فاتيك الجهة يسوال نيات غير نظرا في نورمال هذا كنا نولدي ترخيت دارتو اشكو ميت بدانك وكانت ماشي في الحقيقه الكناي بداني هو يلنا الكني او ريرين ايمون الكني لا بدازرنا وهو لا نكني وهو كني وهو لا خصها تزور المهم في غندرة نشكل ليها القوة نسكت التمثيليات اللي راه داخل المستوى اللي راه داخل اللي غدا راه في التمثيليات القاعدة اللي كان هو اللي اشكون غنسول غنتيني الكني ماشي غتيني غنكي يعني او دي هاتي كي غيلا دي خصا زواد كي هاتي ترخيتني ولكن يهتني كني هاتي كني هاتي سنتا تشوف حدي وشوف حدي العدد اللي غيلا اتشكلتي القوة فاما نخاف مغد الجهة اللي غني لها الحكم تطير دي سنتي اكيد سنتي اكيد يخصا الزوار النمون نجافوش غفوش صحيح يغنى نسجل الحقيقة الحقوق أن الاختلافات نتو الخلافات ولا سكريتين دي مادة سيلان صحيح مد نبدان مد نبدان مد نبدان صحيح يغورمون ويشقى يغورمون ومن ولا السوان ما يمكنش هاد السوان أكيد صحيح يرش وليك كدفوس
يا 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 فوسوري كاتروس فعلا صح. هيدا السي صبح راه دارتنا ضو ردنا شكي زرا السي مصطفى الصغير. السي مصطفى الصغير انسان ما سد طب بيضارين بيضارين غير ونزور سلاه وانت قبل تمضون تض كورونا الفي سي دي فتا غير كان دمسكاتين حتى القنوات اللي دي كان دات لي شنو انا هرتك فاتحه خيلف ونزور تتلان تيز بيضارين استيغان القنوات اليوتيوب غير كان دمسكاتين الاعمال التلفزيون غير كان دمسكاتين الدعم المسرحي غير كان دمسكاتين الصيفي كادلو قدام المهرجانات التمغريوين ربما يغطين سبعة مسكاتين تغرس ولادين مانيك أسي الزرايا السي مصطفى ني غمسكاتين توستناد كورونا دمسكاتين الحجر الصحي لحظر التجول دمسكاتين أغلب ياريت قص شريط لا فنشريط خلص لا لانتريت لا لاكيس سوسيال لا توكتا انتغاوسي وين ماش أنا زور ودرس شريط ودرس والو. مانيك أسي الزرايا السي مصطفى برفيين زولت كريتير مي الطرفية بغير بالنسبة لنا نزور المهرجان على حسب المهرجان التظاهرة الثقافية. المهرجان غير غير السمنة مش كيسوى المهرجان الدور اللي تلعب المهرجان ولا تمغرا ولا مش كتغاوسي وين الدنيا اشكون اللي كلمني بنا تانا تقام ضد المهرجانات ولا كرا ولكن السمنة غير الدور اللي تلعب المهرجان يزيد الرواج يزيد تمتع الاقتصاد يستفيد يستفاد ونزور يستفاد السكينة السياحة مش كتغاوسي وين أغني تلعب الدور ولكن غير ميد من السم لحق المهرجانات تبدا تلعب اجنت مغرب مغرب تنت تقدر تلعب تنت ديال الدار والمغربيين تلعب في الدور غير الاقتصاد غير كل الرواج الصالم ديال الكادوات اجن تمغرب كي تعيش العدد الفنان تنت كي تقدم الماده الفنيه سرقتي السلكانيه الرساله في المغرب يعني اش كنتو محكم تمغرب ومنين تمغرب كيانو في المغرب وانت تلعب في الدور الصوره الفن الامازيغي الصاف لا محافظ في الصوره مغطى المناسبات المغربيين بالنسبه نغادي غير طول الى المشكله شكون الفنان غيلا حاليا يعني لما تزرغ الكغيلا زرغ الفنان لوقت اللي تحتاج الميد اسين تفانا في السوق الناس لوقت اللي المشكل التونس التونس وراسو ولا شو الكام اشكو غبطة عسلا لنا إنا تجمعت غيرنا لايف يا عجبيي نكيسو غير نوقع كيس تجمعت أني سينا يعني أرنفتا لا مازون أتقمي نفتو أنصدسا ميد فاش دنوي مثلا تدوى مازون هيك السنت رغم ذلك صرحنا كبعض ما يتمكتا كوريت ولكن الحمد لله لا سلوك جديد انت تخصو غير دوين الجمهور مثل تخصو لغوين غير الميدانة نتمنى مثل حق الفنان هذه استنتا يسوسية تبرد الحقوقيين ثقافيين كل شيء كل ما يسال انا سميتو خصو تيس بانه الفن زايد العريان الدور زايد السلكان كنا نتبراتي يكلا دول اللي كنا تستغاو سيوني عمين اذا يخص الفن الامازيغي الفن الامازيغي المغربي يخص باش كاين الاعتناء سكان في الافريكاش بحاتنا سميت زرينين ينوزار من موت زرين 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 يخص تيزاسينا كيس بحث مزيان هاد السنين اللي كنا زاد فن ميدمان ولكن نريد ما تنسال ان تسالك غير برا نغضغي نغضغي انا نتمنى انا زيت النقط اللي قلت لهم في نظر ايام زي الحق النص باش ان شاء الله انزيجيز انزيجيز قدام الى الحق النص غادي نبدو ناقصين شكون اللي نظر صبرا 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 ديما الشان بدات الكره صبرا يعني اعطي موضه يعني غير لا زعما غير نظر غير المريض بن غيلا يعني ما تزيد تزلنا يتمتسن اي تمتسن على زون الثوري وري الدارني قالوا سيت بلد ولكن الدور الدوله خصها تلعب الدور ذيك ادوس توميد اللي تخدم لين الثقافه خصها السينما غير المسرح اي مجال خصها توميد اللي يزيد الدنيا تلعب لين الدور صحيح السي مصطفى. اذا السي مصطفى تميم ديك جمعت انا مشيت تسمى سكاتين ندير السي صلاح بوراخ دام سكاتين الحجر الصحي مانيك ستين دي سي ويس صلاح ديت لك راه لجهه معينه غدار بيضاء تشوين فين وزار لي لانين غدار بيضاء يا مرة ذاك نيح تنير اللي كان وسان وزارة الثقافة تقريم الدين أنا شنو كان سكتان سكتان جيسنا اللي هسني ستجاوب سلمتني عارف جاوب لا جاوب شنو كان سني شو كان يسدرني صافي سلمتني حتى صح كلهم يديني مغرى حتى شو بيدي مدى زيني من وضع أكيد على ربي على ربي على ربي يودي أجس كين غيك غير بنسني غيليا بصار وهاك كين غيليا بصار ولا كاين غير هاد الفرن في الجيل اكيد راه مكلي سميتها سيدي صالح لا لا كلي ولا لا لا باش كون غير حتى الفنانين غير غداني جانيت غادي ندوك لنا غير هاد النظره اللي غنصور نسد القضيه من البطاقه ما ماشي ماشي خصها تتميز
حتى ما غنتني ديما انا كيخصني هذا حنا قسم غدراني خصني ولا كلشي نشوفو حتى الطوبيس واش عيطا كاين البطاقه يا مغيلا ديال غاسه ستودو الطوبيس ما غير مراق البطاقه شي تاني توفر نعم سيدي ربي غوالك الخير الزود ديموكريسي ناد نيت هاد الدرني نزرنا اللي تسانين غشاشات الفرق المسرحيه غدار بيضا الرباط غدا ربما نتيلك من ازر خمس لا انا من الدماغيدا هادي غدا لي جاني تا تمتد ما شاء الله يعني تسواني تو غنجا سوا يا مغوانا لقاتي غاينا في منيح غير نساوى اللي خصنا نساوى اللي غنساوى الفلفل خصنا نساوى اشكو هي الوزاره بغايا هي الوزاره الفلاحي كان وصيه وزاره الثقافه وزاره الاقتصاد سلسيا يا مغوانا كل المون لو قلت لي غنصوروا مثلا التلفزيون القانون تنزيد معنى غير هي القضيه القناة الأمازيغية الميزانية سنتات الدراما الدراما غادي تنقص في الميزانية اللي كان غون حتى على مستوى المسرح المسرح غير ذاتي البلافو غير ذاتي هذاك كان 140 ألف درهم يتكل القناة الأمازيغية شولت 20% من الضريبة ما يمكن تقول والو مقارنة مع القناة الوطنية من غير اختنا لاير تي ان هي كانت شركتين يا ديان غول يا ديان يوفوس ديان عاتي وانا راه كان 20 25 مليون هذا كان غمز الاعمال المسرحيه اذا غير هاتي ذاتي كلاش الا شنو اش كان شنو حيوان علاش يلغي كان علاش كنا الامريكان من يديك اي راه قلت لهم اخويا عاتي غينا في النيخ سالمون نيخ سالمون اي غور المون اريد تملك انا عاد كان سوا الاتحاد اكيد الاتحاد اللي اي مون سوس اي مون تمون ضرب سوس د الغرب يخصها دمون عاد هنا فوس غفوس ميتيليا تغويز وكان غاكود ان الامتيازات لما يخص بالجهه عاد تستفاد من الجهه الدار البيضاء غير مثلا علاش غير مثلا مجلس المدينه الدار البيضاء ما يمكنش ان تكلف فلوس مجلس المدينه كان اللي بغا الصيادين ولا مجلس المدينه نوكادير ما يمكنش اي مول اللي كيلعب مع غير الدار البيضاء ولكن غتمكني ورنجا هوات شكون نساوى في الطريقه الهوات صاحبي نساوى غتمكني المحترفين كاع غتمكني كاع الفن يستهدف المغاربه كلهم هاكي حتى عرف غير هذا الزران الاعمال اللي قبل كيدير ديما الفيديو اللي غير ديك الجوده غير ديما الفيديو مع الاسف واش كدير في سي دي يور الدراما الامازيغيه يور تسلسل كرفت يجلط كانت ملي فيلم غادي يزرين يا دلي دارتني القيمه دارتني غالي غاليه ما كاين الفيديو كلكم في سي دي راك تصور الافلام صعبي الثمن الكاشينيان اقل ممكن غمس نداروها ولكن هذا على الاقل على الاقل هذا تيميت ميدلان كان المنتجين علاش؟ لان وين كان المنتجين؟ اشكون هو اللي يجي يسمي غير قنطار الوانسي بيتي يسكر يستثمر غنى هاتي هاتي مزيان هاتي دافع غير وين اللي كان المنظمين غادي يزرين؟ ان عطينا الطيرات الا ما يتهدد غير الحج ما نساش يوكان ما نساش يوكان وهو اللي كان منظم من اجل الظلمه الامازيغيه باش يتم وخلى وخلى في يكرس الدراما الامازيغيه ولكن الجهد من فين وباش اللي ما يشكاش اذا في صالح يزنك والتكيت من ديك جماعه الكنيسه والنيغ ونسامح لي فعلا الشات لي لوري مجدا دكرات نغرام شو درت السي الحبيب السي الحبيب نونو نيغ الفرع يا النقابه غير تسكان شوش ما تسا كلو تنتوا تيجو غادير ولا تينزكان ولا تينتزنيت ما تكفوا نازور غير مسكاتين الازمه يا اللي يعيشوا نازور بعد اولا المبادره اللي سكرني نازور نسيت التلقائيه اولا السي مغور كلو تربت الفنان السوسي يعني نكوني الذي زعما من باب يعني المشاهد زعما في الشفافيه الخيرنزي تبين هذه القضيه عن المحب المحسن الفنان هذه درت يعني زعما صراحه يفين الحل بعدا على الاقل هيك اولي اما النقابات زعما كله اللي تحت مثلا في اطار التنسيقيه يعني غير نكوني نقايا يا اتصالات وصل يعني الدوله يعني
باب زعما تعزيز اليات الحكمه حتى ارنا نقايه القوى التفاوضيه غما يتسمى تقييم زعما الوقع السياسات العموميه المجال الثقافي. وكان كنا نقترح ايويان يات يا الوسيط يات يات القندر نقر المؤسسه الفنيه وكيف الدوله يعني. وكان كنا غلاد ما نطلع حد سي مصطفى سي بوراخ راه كيتيني مثلا هاتي ورتلنا الوحده لا ويمكن نهائيا تي ولا رومن يسري يمكن ولا رد ريت تحت ما لا يمكن باش تقبضوا الفنان السوسي دكمات نهائيا. يكوني غنصور مثلا في المطلب اللي كان وطني هاتي قات مثلا 30% السوسي اني اللي مثلا غني فوس ولا اللي مثلا الشمال المغرب ولا كرائي هاتي غوالي السهم. ولكن نكوني مثلا غنجيها سواء الفنان اي امازيغي ولا صحراوي ولا هاتي تطود الراء الجهه نكون على مستوى الغناء على المستوى يعني على مستوى التجهيزات على مستوى ديال عدد المسائل الصرف لا سنتيني غياديه تحقر ماشي غير فقط هو نكون يسوسين هذه الا الا نكرر المطالب اللي استهمن على الصعيد الوطني نغلا زعما هذا طيف ضيطان هذه ورسز لا ورسز نومن ولا يمكن راه والي. ولكن انه الري مثلا غايلي تسكر مثلا التنسيقيه النقابات واه ستة النقابات ورجو من كريه البلاصه غير المغرب ستة النقابات من واخا ورانت المكاتب المركزيه ولكن كرنيا الاتحاد على مستوى القاعده كرنيا الميثاق الشراف كرنيا الملف المطلبي كان مشترك لقى برنامج عمل كرن التفاوض الجامعه الحضاريه بحضور المستشار رئيس الحكومه كرن الحوار المديريه نافن بانه ضروري باش نسكريات القناه للتعامل. علاش؟ لانه القناه اتقيات الجمعيه. علاش؟ لحقاش نكوني من اجل اولا من اجل تاطير العلاقات يعني الشغليه يعني انساهم نكوني ترسانا القانونيه المؤسسات المرتبطه مثلا حمايه حقوق المؤلف حمايه الملكيه الفكريه والادبيه تحسين الولوجيه للمرفق الثقافي العمومي. لحقاش نكوني ارض زره كل المؤسسات الثقافيه المؤسسات المنتخبه ارض زره العمل الثقافي سي المنظوريه المنظور الربح السياسي زعما يخلي تديس هو هذاك وديس هذه كل الفرق حصيغن اللي غنسكر الفيدراليه الفرق المسرحيه المحترفه هذه تقريبا نسكر الدعوه 25 فرقه. ولكن انزر مثلا 25 فرقه اللي تشتغل تم زنوبه توالى الدعم مثلا الوزاره كراي قاتا سكاس مثلا ارتفعت مثلا 8 ولا 10 الفرق اسكر تعمر الطرف ارتفعت غير سين ها 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 تحكر غادي تبدا. اذا نكون غلاد امسكي ليا الشرعيه النضاليه دار الفنان ان غير مثلا غليها باش على الاقل جهه نكون غلاد امسكار مثلا القندرت مثلا اللي كانت موسيقيه الجهويه الفنانين جهه تسمى استدرعا باش ان شاء الله باش نستمر كل ما يعني كل يعني المشاكل باش هذا لنا في الحل زون دولة انت خاصة تفكر يعني الحلول للانخراط نكون غير دار نتجتهد على حساب الوقت على حساب العدد الاشياء باش ان في الحلول يكون له مياد باش ان شاء الله مرة حتى هذه المشكل باش الخيرات اي يد 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 يعني ترافع الحقوق وحتى يعني المسألة فيها الضغط الحقيقي من خلال ما يقدرش الشارع هذا أغوالي نكون نعمل في القانون في الحوار. ولكن الحمد لله مهم اللي خكاموا النقابات غير الجمع العام الافتراضي أن تحية لي الجمع العام كان حقيقي مثل سقية الفنانين غجاء سوسمسة ان شاء الله راه السول ديجون ميقير يعني تميم ديجون تجمعات كلكم سوا كي سوا سي مصطفى سوا سي صالح ترزماغ والنون مش افلا قبل الدوم شاركت على قناتنا غيلاد ادرف البطوله زكاق دنا قصاده فذكر حميلونا او تتسكر ديال جام تنمرتنج